الست مش ملزمه اصلا انها تبات في البيت. والله اه لا بجد والله العظيم. امال تبات فين حضرتك؟ عند ده تبقى ناشز عند صاحبتها، ده تبقى ناشز لما تخرج من البيت دون اذن زوجها، اذن زوجها. وكمان تروح تبات بره ومش ملزمه تبات في البيت. اه هو بقى حضرتك البي ده يعني البي البي انا مش عايز اقول لفظ البي النطع ده اللي ساب مراته تبات بره غصبا عنه وسابها كده خلاص. لا لا ما تقعدوش تفتولنا في الدين. المرأة مأمورة بطاعة زوجها، مأمور، وهو كمان يأمرها ان هي ما تخرجيش ما تخرجش. لو قال لها ما تخرجيش، بس احنا ما فيش التعنت ده النهاردة في الزمن، لكن لو قال لها ايه انا عايزك دلوقتي تبقي موجودة تقعد. ده لو صايمة يا ستي صايمة ودون اذن زوجها لا يقبل منها. ده لو صايمة وزوجها رجع من شغل وفجأة وطلبها للعلاقة الحميمة واجب عليها تفطر. لا ها بس مش في رمضان، اه مش في تطوع، آه. صيام تطوع، آه. واجب عليها تفطر. لا لو صامت من غير اذن جوزها وجه خرج من الشغل تعبان وجه قال لها انا محتاجك وقعدي جنبي وكذا واجب عليها تفطر. فانت بتتكلمي في ايه؟ بتتكلمي في احنا كده بنهد بيوت؟ مظبوط. احنا كده مش بنمشي البيوت على الاسس الصحيح السليم. لا احنا عارفين ان طريق جنة المرأة زوجها ان هو لما تطيعه تدخل الجنة. ايام امرأة باتت وزوجها راض عليها دخلت الجنة. وتقولي لي تروح تبات برا؟ تبات فين؟ تبات فين حضرتك؟ لا معلش عايز اعرف، تبات عند والدتها مثلا؟ تقولي لي كده يعني عندها ظرف استثنائي؟ تبات عند اختها عشان عيانة ومريضة وهو سامح لها؟ معلش لكن مش ملزمة. تبات في بيتها بتاع الزوجية وفراش الزوجية تبقى ناشز ما يصرفش عليها، من حقه ما يصرفش عليها لو خرجت عن طوعه وباتت بره. ده دين جديد صح؟ ولا انت بتقولي ايه؟ لا اصل انا بسمع الكلام ده لأول مرة، انا ما سمعتوش الحتة الأخيرة دي ما جاتليش والله، ما جاتليش والله. ده دين جديد، احنا هنفضل نهد في ثوابت الدين لغاية امتى؟ خدي بقى رأيي، رأي الدين ورأي الست الرجعية التقليدية، طاعة الزوج، طاعة الزوج من طاعة ربنا. وكنت أتمنى زوجي رحمة الله عليه يكون موجود النهاردة وأنا أثبت لك وأقول لك لغاية آخر دقيقة قبل ما يتوفى من كام شهر وأنا كنت تحت رجليه وطلباته كلها مجابة، وأنا ست ليا مركزي وليا يعني وضعي في المجتمع، مش بس داعية أنا بشتغل في أكتر من حاجة، ومع ذلك بقف في مطبخي وبعمل طلباتي وبأدي المطلوب مني على أكمل وجه، لأن هو ده الصح، هو ده الدين، هو ده اللي تربينا عليه، هو ده الإسلام.